السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح أتكلم عن طريقة تغيير الثيمات على اللينكس. الطريقة واحدة بجميع الواجهات ما عدا واجهة الكي دي اي، ففي بعض الإعدادات الخاصة سهلة جدا. أول شيء نحتاج برنامج نركبه، طبعا اترك برامج النظام الافتراضية لأنه بصراحة ما تخصص مثل البرنامج هذا راح أتكلم عنه. إذا كنت على بونتو طريقة تركيب سودو ابت كيت انستول انستول جنوم تويك تول، راح اترك بالوصف السطر هذا بحيث انه اذا حاب شخص ينسخه ينسخه. خلصنا تركيب البرنامج، البرنامج هذا هو شكله. اوكي، راح اشرح بعض الخصائص على السريع هنا. بعد ما تحمل ثيم الانترنت، طبعا راح اترك لكم برضه بالوصف طريقة تحميل الثيمات، مو بطريقة تحميل الثيمات عفوا، راح اترك لكم موقع مليان ثيمات ضخم جدا. راح تلقى مجلد مخفي اسمه ثيمز، اذا ما موجود انت انشئ المجلد هذا. تحمل الثيم تتركه هنا، تفك الضغط عنه. طبعا الثيم هذا اللي حملته اسمه مالي، موجود فيه ثلاث ثيمات، فكت الضغط عنهم راح يكونوا موجودين بالشكل هذا. عشان تأكد انه هذا هو الثيم ادخل راح تشوف المجلدات هذه، تمام، راح تشوف برضو اندكس ثيم، راح تشوف يعني بعض الاشياء، لكنك غالبا هذا هو الثيم. اوكي انتهينا. بعد هذا نروح لم خاصية ثيم هنا ونبدأ نعدل هنا اللي هو اطار النوافذ. لاحظ اطار النوافذ عندي بدأ يتغير، وهذا حلو ذا، تمام. هذا كلير استخدمه انا قبل شوي. هذا يهمنا النقطه رقم واحد هنا، الماوس، تعديل الماوس هنا، ما ادري شو هذا. طقم الايقونات، الايقونات نفس الحكايه، بعد ما تحمل تفك الضغط عنه، مجلد اسمه ايكونز مخفي برضو. ممكن من هنا تغير الايقونات، لاحظ الايقونات عندي راح تغير الحين. ايه وين راح ذا؟ طبعا استخدم فاينز او فينز افضل بصراحه. في عندك هذا اللي هو المؤثر الاساسي بالثيم اللي هو الواجهه الداخليه الثيم اللي هو جيتك ثيم. فانا حملت قبل شوي ماليز، هذا هو مالي. اوكي خلصنا من هذا. في هنا بعض الاعدادات على السريع ممكن تشوفها، ممكن تضع بعض الايقونات بسطح المكتب، ممكن تخفيهم، ممكن تلغي سطح المكتب بشكل كامل من هنا بس ما تقدر تستخدمه. من هنا تعدل بعض الخطوط، اذا كنت تستخدم واجهه نوم ثلاثه ممكن هنا بعض الاشياء تساعدك على استخدامه. هنا في بعض الاضافات بواجهه نوم. يهمنا انا هنا بعد في بعض الاشياء، في شخص معين تفلسف مره قال لي الخاصيه هذه موجوده ليفل كي دي اي، بس هذه الخاصيه موجوده بالكومبيز يا عزيزي. اللي عليك تسويه، في هنا بعض الاعدادات تسويها، يقول لك اكشن اون تايتل بار دبل كليك. اذا سويت دبل كليك هنا وش يصير؟ ممكن انك من هنا تغير الى، طبعا هنا ما في الا ماكسمايز، ما في الا النافذه هذه ما تدعم ماكسمايز، بس ممكن دبل كليك يصغر. لاحظ عفوا، في ماكسمايز اللي هو تكبير، فيه دبل كليك ممكن يطلع لك القائمة. افضل ان استخدم هذه اللي هو بالشكل ذا. في هنا برضه بعض الاشياء، اذا ضغطت مثلا ميدل كليك اللي هي الزر الاوسط، وش راح يطلع هنا؟ منيو مثلا. ممكن تستخدم لور اللي هي راح يكون اذا كان في نافذة ثانية فوق النافذة هذه. نفتح الجيدت ف من هنا لو ضغطت على هذا راح يكون هو تحت النافذه هذه. اوكي، في هنا المنيو يضغط بالرايت كليك، وفي هنا الفوكس مود اذا حاب انك تسوي فوكس على نافذه معينه وش تسوي؟ دبل كليك، عفوا كليك واحد او مجرد تمرير الماوس. لاحظ انه فقد التركيز. اوكي اذا هنا انتهيت، شكرا لكم، لايك وسبسكرايب. احد عنده شغله معينه يسال عنها ما في اي مشاكل. مع السلامه.